اهلا بحضراتكم من جديد الى هذا الحوار الخاص جدا مع السياسي والبرلماني السابق دكتور باسل عادل رئيس كتله الحوار. الحقيقه بياتي هذا الحوار كفاتحه لمجموعه من الحوارات هنجريها من خلال اخر نهار نناقش فيها ما الذي يحدث في المجال العام الان على خلفيه حوار وطني ناس كتيرة بتأمل منه انفتاح في الأفق السياسي في مصر، مقدمين على انتخابات رئاسية. انتخابات رئاسية لها ما لها الحقيقة، بتأتي أيضا في ظرف مهم جدا، وحالة انفتاح سمحت بأن تكون هناك آراء متعددة. دكتور باسل عادل الحقيقة لما بنراجع مسيرته السياسية بنلاقي قدامنا سياسي شاب عنده موقف ولديه رؤية، والحقيقة هو بيتحرك طول الوقت من أرضية أنه يقول ما يقتنع به. في برلمان 2011 عندما كان موجودا في برلمان اللي كنا بنطلق عليه برلمان الإخوان، كانت له مواجهات واضحة جدا مع جماعة الإخوان، ناصر وأيد وشارك في ثورة 30 يونيو، ويمارس العمل السياسي الآن ويدخل إلينا هذه المرة من كتلة الحوار. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد، شرفني في آخر النهار. شكر على هذه المقدمة، ربنا يخليك. لو سألت حضرتك يعني مواطن عادي قابلتك في الشارع، وليه كتلة الحوار؟ يعني ليه حضرتك ومجموعة من السياسيين كنتم منتمين لحزب سياسي أيضا له موقف، لكن فطلعت وقلت لا احنا عايزين نأسس كتلة الحوار، هي ايه ورايحين بيها فين؟ بص يا دكتور، انا ابن الحركة السياسية بقالي اكتر من 20 سنة، والحقيقة دخلت احزاب كتير كلها في الاتجاه الليبرالي، نفس الاتجاه اللي انا بقتنع بيه السياسي يعني. والحقيقة يعني عندي ملاحظات كتيرة على الطرفين، الاداء الادارة وكمان اداء الاحزاب واداء المعارضة، يعني الملاحظات الحقيقة هنا وهنا. والحقيقة لغاية دلوقتي ما حسيتش ان احنا عندنا تجربة تشفي غليل السياسي، يعني تحقق اللي انا عايزه، ترضيني يعني تحقق حاجة مكتملة الاركان وهكذا. كمان بقى في خبرة طويلة في اللوائح وفي العمل السياسي والتنظيمي، من خلال الحوار وحالة الانفتاح اللي حصلت في الحوار الوطني الحقيقة شفت ناس شبهي كتير، منهم أكاديميين ومنهم سياسيين زملاء أفاضل وعندهم خبرات متعددة، عندهم نفس الموقف، ملاحظات على الإدارة أو على النظام السياسي الآن، وملاحظات على الأحزاب أو ما يسمى بالمعارضة. بالظبط بالظبط، ملاحظات في الطرفين. لا راضيهم ان هو يبقوا في المعارضة بشكلها الحالي او الاحزاب اللي موجودة بشكلها الحالي، وفي نفس الوقت في ملاحظات لدفع الدولة للامام، يعني في ملاحظات على الاداء عشان ندي بدائل وحلول. صحيح. مش عشان نكسر ونهدم ونخبط، لا مش ده الاتجاه خالص. ان انت ازاي تحط قدام النظام معارضة مسؤولة، ازاي المعارضة دي بشكلها المسؤول تمد جسور الثقة، تشيل حالة الشك والريبة اللي موجودة طول الوقت ما بين الدولة وما بين المعارضة وهكذا. فمن المنطلق ده ومن منطلق الأداء الجاد الفعال اللي هو مش مجرد تسجيل النقاط، ظريف ان المعارضة تسجل نقاط على النظام، صحيح، دخل جوان، دخل جوان فيش مشكلة، بس هل هي نفسها بتعرف تلعب؟ يعني هل هي نفسها عندها اداء؟ ده سؤال مهم على فكرة. ممكن اسجل نقاط على الخصم، بس هل انا لو اتحطيت مكانه في نفس الواقع والصعوبات هعرف ادي؟ طب هل انا لما بدي حلول وبشتبك مع القضايا بشتبك من خلال واقع فعلا، ولا بشتبك وانا محلق وطائر في السماء وبقول افكار هائمه بعيد عن التحديات اللي على الارض؟ بعيد عن التحديات طبعا. انت عارف انا كنت في البرلمان وقضيت فتره في الوزاره نائب وزير الشباب والرياضه، فدخلت وخرجت الدوله وشفت الصعوبات والمعوقات. والحقيقه احنا عندنا تحديات كبيره، والوقت مش وقت لا تسجيل نقاط ولا عركه بلدي، ولا يعني مش وقت استعراض خالص. احنا في وقت الحقيقه ان الكل يمد ايديه، وعندك ملاحظات هقول لك عندك ملاحظات بمنتهى الاحترام، وحضرتك لو انا كلمتك باحترام وكلام بيضايقك هتسمعني برضو على فكره. بالظبط. لكن انا لو كلمتك كلام يضايقك بس كمان الاسلوب يعني، فاحنا عندنا اداء جاد ببدائل مبني على ورق واوراق سياسيه مقدمه، عندنا خبرات يعني فيها تكامل. لان مين يا دكتور؟
يعني احنا عندنا وولدينا ايوه نادي مين؟ احنا ابتدينا ب20، ال 20 دول كانوا لجنه ال 20، اللجنه التاسيسيه. منهم جزء اكاديميين، يعني عندنا دكاتره اقتصاد، يعني ممكن اقول لحضرتك اسماء لو أسماء تحب. طبعًا طبعًا. عندنا الدكتوره شيرين الشواربي كانت عميده اقتصاد وعلوم سياسيه، عندنا الدكتور حسن الحيوان كان عميد اداره اعمال في عين شمس، تجاره عين شمس، عندنا الدكتوره غاده موسى، عندنا الدكتور هاني الناظر الجلديه، معانا سياده المحافظ سياده الوزير محمد عبد الظاهر كان محافظ اسكندريه ومحافظ القليوبيه، عندنا اسماء كتير، عندنا سياسيين موجودين في الوسط السياسي بقالهم فتره طويله، عندنا حسام علي، سوزان حرفي، عندنا دكتور محمد عبد المجيد، عندنا الكتله كمان مفتوحه لمجموعه من السياسيين اللي موجودين في احزاب، فعندنا ناس من حزب العدل، وعندنا ناس من حماة وطن، عندنا نواب سابقين شباب، جون طلعت ممكن تكون تعرفه كان في لجنه الاتصالات، المهندس جون طلعت، عندنا الاستاذ مصطفى جعفر سلمان نائب الوراق، وهكذا عندنا اسماء كتير، انا مش عايز انسى حد. ده مش هيتعارض انتمائهم الحزبي انتمائهم للكتله؟ لا لا، لان هي الكتله هي كتله ليبراليه بتطرح حلول وبدائل، احنا لسه احنا لسه مش حزب، ولو ان شاء الله انطلقنا الى حزب بس طامحين، ان شاء الله طامحين وعندنا خطوات ابتدينا فيها، هيبقى الحزب موازي للكتله، الكتله ستظل كيان يحتوي الجميع. احنا لما عرفنا الكتله في البيان التاسيسي قلنا كيان ليبرالي الهوى، يعني نقدر نسميها الان ثم بعد ذلك هي مبادره، يعني مبادره للحوار دائمه بتجمع اصحاب. هقول لحضرتك ايه الهدف. الهدف الهدف انه انا مؤمن انه كل الكيانات السياسيه اللي بتنطلق من احداث سياسيه كبرى بتؤسس لنفسها من اول يوم. صحيح. لو تفتكر حضرتك حزب الوفد وتاريخ الوفد. صحيح. واحنا لما راح الوفد بقى اسمه الوفد. آه. في حدث. فالحدث هو الحوار، فكتلتنا اسمها الحوار. طب هل الحوار هتنتهي بنهايه الحوار الوطني؟ لا، دي حاله ممتده. صحيح. مفترض ان هي تمتد. احنا بنجهز نفسنا ان احنا نستلم الحاله دي بعد نهايه الحوار الوطني الرسمي. ويبقى تاسيس للحوار في كل محافظات مصر. بنفس الاداء، وترفع للسلطه وترفع للاداره وترفع للبرلمان كل الطلبات، يعني سنتبنى هذه الحاله في كتله الحوار. موضوع حزب الحوار ده حزب هيتنافس سياسيا، ليبرالي، خطوطه واضحه بنأسس فيه، عندنا كمان يعني رؤيه ان يبقى عندنا مركز دراسات اقتصاديه وسياسيه مكمله. يعني اقصد ان في خطوات فعليه بدات تتخذ في اتجاه الحزب، ان يبقى في حزب الحوار. احنا خلاص خدنا قرار في المجموعه، احنا دلوقتي يعني الحقيقه عندنا طلبات كتيره للانضمام، احنا دلوقتي دخلنا في 60 70 واحد، وانا بحاول ان احنا نعمل حاله من حالات الانتقاء برضو. أوه. انه يبقى التاسيس يعني منتقى لغايه ما نوصل للجنه ال100، عندنا لجنه ال20 عايزين نوصل للجنه ال100، دول هيبقوا مجلس الامناء. التطور للحزب الحقيقه احنا عايزين نعمل حاله في الحزب، عايزين نشتغل على التوكيلات، عايزين نروح المحافظات، عايزين نعمل حاله سياسيه حقيقيه تناسب الحاله اللي الدوله ابتدت فيها. الدوله ابتدت وقالت حوار وطني، يعني عندنا سياسه واحزاب، يلا بينا نشترك جميعا. احنا عايزين نفعل الحاله دي في كل مكان، يبقى عندنا حزب حقيقي، مش كرتوني، مش ورقي، مش ملك رئيس الحزب، مش ملك رجل اعمال، حزب شعبي ولكنه ليبرالي. احنا شايفين ان الليبراليه المصريه اتقطعت من بعد ثوره 52، الامتداد ده اللي هو الامتداد اللي كان ليه علاقه بالاقتصاد والنهضه اللي كانت موجوده في مصر حصل، والدوله اتجهت اتجاه يساري واشتراكي في الفتره اللي بعدها. احنا عايزين نستكمل الليبراليه المصريه اللي هي ليها علاقه بعاداتنا وتقاليدنا باصولها وقواعدها وتجلياتها. بالظبط. والقطاع الخاص بقى، ويعني ما عندناش حتى عندنا كلام كتير على القطاع العام. انا امام سياده الرئيس اتكلمت على ضروره بيع القطاع العام في اسكندريه، وضروره التخلص من الاثقال اللي تعبت البلد. احنا مع سياسه ملكيه الدوله بس مع حوكمه البيع. انا مبسوط على فكره، الناس زعلانه ان دراسه الشركات اللي هتتباع متاخره، لا انا سعيد جدا لانه تاخد وقتها طبعا، تقييم الشركات وعايز الحاجه تتباع بسعرها. يعني احنا لما في التسعينات بعنا الحاجه بسرعه وقلنا الحاجه ما اتباعتش في سعرها زعلنا. طب الوقت لما واخدين وقت الناس زعلانه برضه. يعني انت شايف انه التاخير في ده شيء ايجابي مهم جدا. لانه اولا بيظبط الورق عشان اللي يشتري ما يرجعش عليك انت. بتظبط الميزانيه والورق، في شركات كانت ملك الدوله، في شركات كانت بتتمتع بمميزات معينه لازم تقلب ده الاوراق بعد كده ويبقى عشان تبيع حاجه منضبطه. لان انت اللي هتبيعه هو اللي هيخليك تبيع بعد كده، يعني التسويق ده
من حسن المنتج اللي انت الراجل اشتراه، المستثمر عربي اجنبي لو اشترى حاجه ولقاها فاليبل تساوي القيمه بتاعتها انت بتأسس يشجع اخرين، بتأسس يعني يشجعه ويشجع اخرين بالظبط. كمان انا كمصري وكمواطن مصري اضمن ان ممتلكات الشعب بتتباع بسعرها الحقيقي، وان اجراءات الحوكمه اجراءات خدت وقتها. يعني دي مساله مهمه. طب انا في اكتر من ملف، خلينا ننطلق من مساله كتله الحوار. مجموعه من الشخصيات بتفكر، عندها ملاحظات، لكن هي بتسعى الى تقديم حلول. يعني لما بتتكلم مع النظام او بتتكلم حتى مع الناس هي بتقدم حلول. احنا داخلين على مشهد الانتخابات الرئاسيه، والقوى السياسيه بتتعامل معاه يعني تعاملين، تعامل جاد. ناس بدأت تقول احنا هنقدم مرشحين وعندنا يعني تصورات وبرامج، وناس تانية بتقول انا مش هلعب الا اذا. الاول ترصد المشهد ازاي؟ انا شايف انه المسألة الحقيقة مش مقدرة حق قدرها يا دكتور. مصر دي بلد كبيرة، وانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر مش لعبة ولا هزار، ولا هي مراهقة سياسية ولا مغامرة سياسية ولا من باب التجريب. يعني كل ده لازم كلنا نبص له، نبقى باصين له وفاهمينه كويس. دولة مؤسسات، دولة كبيرة تقيلة، عندها تحديات كبيرة، لها عمق في المنطقة، كلام كتير يتقال مش هقوله كل الناس عارفاه. دولة بتدور على رجل دولة، يعني أو شعب بيدوروا على رجل دولة. هنا لا أقصد حد باسمه ولا بعينه، لكن أنا عايز رجل دولة، عايز مرشح فيرشوال. يعني عايز اقول لك احنا في كتلة الحوار متبنيين مبدأ جديد في الانتخابات. احنا عندنا عايزين في مرشح فيرشوال هننتخبه، هنحط مواصفاته وايه البرنامج اللي احنا طالبينه منه وهيعمل ايه. هو ده مرشحنا على فكرة. يعني احنا هنعمل حكاية عكسية، لن ننتظر البرنامج، احنا هنحط البرنامج اللي احنا شايفينه. ايه التحديات يعني الاساسية؟ يعني انت هنا مش بتلعب على الاسم، انت بتلعب على المواصفات. لانه الحقيقه مساله الاسم، اولا هو مازال مفيش مرشحين، يعني الانتخابات ما اتفتحتش، في ناس بتعلن نفسها لكن دي مش ترشيحات نهائيه. لكن بقول لحضرتك ان كتله الحوار مش هتنتخب الا رجل دوله، حد قادر على قياده المسيره، حد عنده برنامج وحلول للتحديات المقبله. واحنا كمان هنساعد في ده على فكره، وممكن مرشح من المرشحين يتبنى مثلا الحلول اللي احنا هنطرحها، لان خلي بال حضرتك الحوار الوطني طرح حلول كتيره جدا. فاحنا في سبيلنا دلوقتي ان احنا بنجهز للمرشح الفيرشوال ده برنامجه وصفاته وان احنا شايفينه ازاي وشايفين اداؤه ازاي. احنا شايفين ان المرشح انه لازم يؤسس لمرحله سياسيه جديده تنطلق منها البلد. انا مثلا شايف ان تحالف 3 يوليو محتاج تطوير، اعاده تطوير وبناء مره اخرى ونظر وتطوير، وهي طبيعه الاشياء. تحالف بقاله 10 سنين. انا بتهيالي انه الحوار الوطني كان خطوه من الخطوات او خطوه تحتاج الى خطوات اخرى بالتأكيد. يعني في المنصه مثلا في الافتتاح والجلسات كان في تقريبا المعظم صحيح، يعني هي جلسات فرقاء، لكن الفرقاء حتى ما كانوش بيجتمعوا او ما كانوش بيقعدوا في مكان خالص واحد طبعا. لا يعني حضرتك السقف الحوار مرتفع جدا في الحوار الوطني، وانا دايما بقول انه بيرتفع معاه راس النظام. كل ما سقف الحوار يرتفع كل ما سقف النظام يرتفع، لانه هو الدوله اللي دعت الاداره السياسيه. هنيجي الحوار بس الاول احنا لسه ما زلنا في المرشح. تمام، انت شايف انه رجل دوله، انه دوله بالتحديات بي 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 محتاجه مرشح له مواصفات خاصه. طيب فانت اذا مع الجادين في الطرح حتى طبعا. لو ممكن واحد ما يبقاش مناسب بس هو جاد. طب شايف ازاي اللي هو جاي من يعني من بعض الافراد جاي من الخلف فيقول لك انه انا والله عايز ضمانات، وكان دي اول مره نعمل انتخابات رئاسيه في مصر. لا هو يعني بالتاكيد اي مرشح عايز يدخل في عمليه جد. وانا ما اعتقدش ان الدوله هتهزر. الدولة دلوقتي عندها تحديات، وفي مجتمع دولي بينظر لمصر، ومن مصلحة النظام ومصلحة الجميع ان الانتخابات تبقى جادة وفيها ضمانات. وكمان اللي انا عايز اقوله انه هو من امتى ما كانتش الانتخابات جادة. انا عايز اقول لك المشكلة اصلا في جدية المنافسين. يعني المشكلة نفسها جاية في جدية المنافسين. انا عندي مجموعة من المرشحين نازلين بيأيدوا الرئيس، يعني الشعب نفسه برضو. يعني المسألة بقت هو مين اللي بيدور على جدية مين؟
ده الشعب اللي عايز يا جماعة جدية المرشحين قبل ما انتوا تدوروا على جدية الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية في مصر هي طول الوقت بتبقى جادة، مشكلتها الأساسية يا دكتور المشاركة. المشاركة بتبقى فيها مشاكل في الكثافة اللي موجودة. طيب المشاكل طب دي طب المشكلة في ايه؟ هقول لحضرتك يعني هل مفيش ثقة؟ لا المشكلة ان حضرتك المشكلة انه المنافسة مش جادة وانه المنافسين مش على ما بيبقوش على القدر المطلوب، يعني مفيش انصار من هنا وانصار من هنا، انت بتتكلم على انصار جايز من ناحية واحدة، بقية الناس ما بتنزلش. اللي بيخلي العملية السياسية جادة مشاركة الناس. هو ده اللي بيدعم ويفعل العمليه السياسيه ويطلع نتائج كويسه. طيب فانا عندي خلينا كمان النقطه دي اتفضل. فانا عندي المرشحين المنافسين فين جماهيرهم برضو؟ عشان يعني انت لو عندك جماهير مش هتقول انا عايز ضمانات. ما انت ضماناتك جماهيرك وناس. صحيح. الكلام ده هيبقى يعني واضح. يعني لو في قاعده شعبيه بتؤيد اللي بيرشح نفسه ده فهو مش هيجي يقول والله انا عايز ضمانه. اعتقد هي دي الضمانه الخاصه بيه، يعني قبل ما يطالب الدوله بضمانه يورينا ضماناته في الجمهور. في جمهوره اللي بيضمن له عمليه انتخابات جد. انا لو انا نازل خلينا على سكيل اصغر في البرلمان، امتى انا ببقى واثق من نفسي؟ عندي ناس كتيره، انصار كتيره هتنتخبني. هي دي جديتي وهي دي ضماناتي. ومحدش يقدر يقول في الوقت ده وانت الناس بتنتخبك في كل حته ان انت ما عندكش اصوات. ففي جزء في الجديه متعلق بالمرشحين والضمانات، متعلق ان يبقى عندهم قدره على حشد الناس وحشد ثقه الناس واكتساب ثقه الناس ان هو يبقوا موجودين. طب والجزء الثاني؟ الدوله طبعا، الدولة الرسمية عليها ان هي تقدم كل الضمانات اللي تضمن للناس اعلام متساوي، انه كل ياخد نفس المساحات، ان الدولة ما تساعدش المرشح مثلا كالسيد رئيس الجمهورية هيعاد يعيد ترشيحه، ان الدولة تبقى على موقف الحياد وعلى مسافة واحدة من الكلام الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه. فيعني دي المسائل، الضمانات الطبيعية، الاشراف على العملية الانتخابية، الاشراف دلوقتي قضائي ودي ضمانة ومكمل ضمانة هي اللي عندنا مؤسسات مجتمع مدني بتبقى موجودة هي كمان وبتشرف بتبقى موجودة أو أوبزيرفر. طيب. في مسألة الملاحظة خلينا نطلع فاصل، بس قبل الفاصل هسيب لحضرتك سؤال كده نفكر فيه، وهو ليه المجال العام لا يفرز منافس جاد؟ تمام. بس خلينا سؤال نيجي صعب. للإجابة بعد الفاصل. فاصل ونعود لاستكمال هذا الحوار مع دكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار. أهلا بحضراتكم من جديد، ونستكمل سويا هذا الحوار مع دكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار. احنا كنا وقفنا عند سؤال، طيب حضرتك بتقول لازم المنافس في الانتخابات الرئاسية الجميع يعني كل المتنافسين يبقى منافس جاد، ليه المجال العام عندنا لا يفرز منافس جاد؟ هو طبعا احنا في جزء من إرث قديم جدا في العمل السياسي في مصر، جزء كان احتكاري في فترة ما قبل 2011، عملنا ثورة ورأي الناس في 2011، بعدها طبعا جه الإخوان، الشعب لفظهم لقى جماعة مغلقة بتدور على مصالحها غير الهوية المصرية، نقول بقى من هنا لبكرة كلام على الإخوان. فالشعب يعني فجأة حس ان العملية الديمقراطية او العملية الديمقراطية المرتبطة بقى بالتنظيم، انه في تنظيم قوي فقادر يحشد وقادر يطلع مرشحينه للنور بعد ما كانوا في الضلمة. فالشعب حصل له حالة من حالات التشوك، الصدمة الكبيرة جدا، انه ايه ده الانتخابات هتجيب الناس دي. فستيل الناس في مصر، لسه ما دعمناش المشاركة السياسية الطبيعية. وقد يكون برضو يا دكتور محمد ان الناس ما بتحبش الشكلين دول من الاداء السياسي. لا بتحب الموالاه المفرطه ولا بتحب المعارضه المفرطه اللي هي يعني اللي هي الزاعقه اللي هي لا تقدم حلول اللي هي تعارض لاجل المعارض، اللي هي كمان في حاله يعني شبه عداء مع الدوله، يعني في ترصد كده وحاله من حالات العداء. ده تعريف دقيق يا دكتور. طبعا وهي المعارضه مش معناها العداء على فكره. تعريف المعارضه في الاساس جاي من البرلمان، جاي من الناس اصلا قاعده مع بعض، ان على يمين رئيس مجلس الشعب دول وعلى يساره دول المعارضه. يعني كلمة المعارضة انطلقت من مكان قاعد فيه الأطراف كلها مع بعض. صحيح. فتخيل اللفظ انطلق من ده وإحنا عندنا العكس، إن المعارضة أبدا مش عايزة تتعامل مع الدولة ولا مع كل مشاريع الدولة. أنا عايز أقول لك أنا كنت في أحد الأحزاب لما كنا بندرس بدائل وحلول وعايزين نبعتها الوزارات، كان بيتقال لنا لا إحنا مش سنك تانك للدولة، إحنا مش ملناش دعوة، هم يشتغلوا وهم يغلطوا. يعني إلى هذا الحد
وهي بلدنا ازاي كلنا لما انا لما أبقى كل واحد في الحاله دي جنب. واخد جنب، وحتى لو عندي حل او عندي طرح ما بوديهوش للدوله وبحاول ان انا اساعد بيه. وده اللي خلاني افكر اتحرك، يعني كل ده بيجاوب على دوافع كتله الحوار. فالعمليه السياسيه مش مشجعه للمصريين عشان الناس تنخرط، فالناس نفسها عندها حاله حذر. كمان الحقيقة السياسيين والأحزاب اللي موجودة في مصر ما بتحاولش تبني نفسها برضو. خليني أنقض نفسي أنا من خلال 20 سنة، لا، ما فيش حالة بناء وذهاب للمحافظات واحتكاك للناس وإنك تجيب قيادات طبيعية وإنك تعمل تدريب سياسي وإنك الناس تعرف خط ما الحزب. ما بيشتغلوش الأحزاب. لا، ما فيش شغل. هو كل حد محتفظ أو جزء كبير، بلاش نعمم، يعني في ناس أفاضل كتير وكل الناس أفاضل، أنا بتكلم على الأداء، إنه ما فيش أداء على قد اسم حزب، كلمة حزب. لا، هو مجرد حد بيحتفظ بالمنصب، فرئيس حزب، ففي وجهة اجتماعية وفي قدرة انه يعبر عن رأيه بسهولة ووسائل الإعلام تاخد منه. لكن هل بنيت الحزب؟ هل عندك آلاف؟ هل حضرتك بتيجي تعمل جمعية عمومية يحضرها آلاف؟ مش لازم الانتخابات على فكرة، جمعية عمومية بتكلم فيها حزبك، يبقى فيها كده مثلا 20-30 ألف. هل انت قدرت تعمل ده؟ يعني انت في عندك قاعة فيها مثلا 500-600 واحد يبقى كويس، والله وأقل. أقول يبقى كويس. وفي نفس الوقت هل الدولة ابتدت تغير وجهة نظرها عن الشك والريبة وتسيب الأحزاب تكون نفسها؟ ما هو في طرفين موجودين. ما الدولة برضو تنظر بالشك لكل حد بيشتغل، إنه النظرة الأمنية للأشياء لازم تهدى شوية. خلاص احنا خلصنا المرحلة اللي فيها إرهاب، المرحلة اللي فيها الدولة مش مستقرة، احنا محتاجين نغير نظرتنا للعمل السياسي. ونتفق مع بعض ان احنا رايحين على تطور ديمقراطي، بدأناه بالحوار الوطني ونتفق على نسبه. انا على فكرة مش عايز مصر بكرة تبقى 100% فيها تطور ديمقراطي، لكن تعالوا نتفق يبقى 10% 20%، تعالوا نتفق على الدرجة اللي تناسبنا ونشتغل عليها ونعمل تنمية سياسية. لان خطورة الانغلاق ايه يا دكتور محمد؟ انه انت عندك خلايا نايمة من الاخوان موجودين لغاية دلوقتي، حتى الان يعني هم كان عندهم ملايين من الاعضاء والمريدين وهكذا، ناس كتير. طيب تخيل انه انا في كل الفترة دي ما قدرتش اكون تيار سياسي حقيقي، مش مصنوع، حقيقي يجابه التيارات اللي موجودة تحت الارض دي، واللي هي التيارات ايديولوجية، فهو هيخدم فكرته وهيخدم فكرته. لكن اللي هيواجهه تيار سياسي حقيقي عنده عقيدة سياسية هي ضد العقيدة دي، مش عايز ده. حتى لما في لحظة من أي لحظات المواجهة انت عندك جيشك اللي موجود الحقيقي اللي موجود في الشارع. اعتقد ان احنا دلوقتي في اطار هذه اللحظة محتاجين نشتغل على ده. ده لازم نشتغل. طيب هسألك حاجتين. انت كسياسي وكنت شغال سياسة وبعدين لقيت نفسك في منصب تنفيذي، يعني نائب وزير الشباب والرياضة، يعني عملته هذه التجربة أو أضافته ليك كسياسي؟ يعني أحيانا بتبقى أنت خارج الإطار المسؤولية فتشايف أن كل حاجة سهلة تتنفس سهل، لا، أنت قعدت في مكتب ولقيت تحديات. التجربة دي، التجربة التنفيذية دي، أضافت للسياسي إيه أو غيرت عندك إيه؟ شوف أنا هقول لحضرتك دي من أهم التجارب في عمري السياسي الحقيقة، لأنها خدتك في موقع مختلف. انت طول الوقت قدامك دكتور محمد مسؤول، عمال توجه له وتقول له اعمل وسوي وانت غلطان والحق وبتاع. فجأة انا لقيت نفسي قاعد مكان الدكتور محمد بيتوجه لي الكلام ده، وعندي بقى واقع وعندي ورق وعندي حاجات ما اقدرش اقولها من واقع مسؤوليتي ومكاني والحاجات اللي انا اعرف، وانت بتهاجمني في حاجات انا بعمل حاجات موازية وكويسة بس ما اقدرش اقول لك ان انا بطل. الموقع ده فادني جدا، ان انا دلوقتي حتى لما بنيجي نشتغل بتتفهم طبيعة جداً النظام اللي انت بتعرضه، وفاهم ان اي حل لازم يرتبط بالمشاكل اللي عند المسؤول. يعني احنا مثلا كان لينا اطروحات وحاجات في مسألة التنمية الاقتصادية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انا طلبت مقابلة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقابلتني وطرحنا عليها شوية حاجات وابتدت تدعونا للموائد المستديرة بعد كده، وكل ان احنا نقدم اطروحات ككتلة حوار. يعني ككتلة الحوار عايز اقول المسؤولين مش ممتنعين على فكرة، بس ما حدش بيمد ايده، يعني ما حدش بيمد ايده يقول احنا عايزين نقدم، احنا عايزين نشترك معاكم، لان الاشتراك في الواقع ده انا كراجل دخلت المسؤولية التنفيذية ففاهم كويس مسؤوليات السياسي اللي موجود. طيب وهل السياسي نقطة تانية بقى عند المسؤول التنفيذي، هل المفروض انه يتحمل النقد؟ طبعا لازم يتحمل النقد. تخيل رغم ان انا عندي حاجات وواقع مختلف ومرير ومش قادر
ألبي أو بس أنا في النهاية لازم أنا بدل توليت هذه المسؤولية وقعدت على مقعد السياسي لازم أتحمل النقد ولا أضيق به، وإن أنا أتعامل معاه وأحاول أشرح بما هو ممكن شرحه بالمسائل المتاحة شرحها. الموقع ده كان مفيد جدا جدا، إنك خدك لمرحلة الاتزان، انك تبادلت المواقع مره هنا تنفيذي ومره بتراقب التنفيذي وانا في البرلمان، فالموقفين المتعارضين دول خلاني اشوف الصوره بشويه قريبه من 360 درجه. طيب عايز انطلق مع حضرتك من حضورك لمؤتمر الشباب في برج العرب، انت اتكلمت امام الرئيس من ارضيه المعارض، واحيانا المعارض ايه بيتحرج من الاجابه على السؤال اللي انا هقوله لك بشكل واضح. يعني احنا الان 9 سنوات على تجربه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم، كيف ترى تقييمك ليها بشكل مباشر ايه؟ ده سؤال تمام. تمام. طيب انا شايف انه التجربه في الجزء الاكبر منها ايجابيه جدا، وكان ليها انعكاسات سلبيه. كويس. ايه الايجابي؟ البلد اتبنت. في ثوره كبيره في التعمير، يعني حصل شغل كتير جدا احنا ما كناش متخيلين انه يحصل في الفتره المضغوطه دي. في ناس بتحسب ده بحسابات سلبيه انه الشغل اتعمل بسرعه فصرفنا كتير ففي مديونات، ماشي. لكن انا بتكلم دلوقتي على الجانب الايجابي، الارهاب، الاخوان اللي ما بقوش موجودين. احنا بنعاني معاناه شديده جدا من الاخوان، يعني حصل الحقيقه ضربات متوالية لجماعة الإخوان المسلمين، والحقيقة دي في مصلحة البلد إن هي ما تبقاش موجودة وما تبقاش بالقوة اللي كانت موجودة فيها. على المستوى السياسي حصل شوية تطور، الاستراتيجية بتاعت حقوق الإنسان، في مسجوني الرأي خرجوا، في مجموعة خرجت، في الحوار الوطني، في تطورات. طيب هل التطورات السياسية كافية؟ لا مش كافية. احنا عندنا مشاكل. جايز كنا متحملين، وانا قلت ده في الخطاب، انه كان في فترة الدولة محتاجة فيها شرعية القوة. الدولة هي الوحيدة اللي عندها شرعية القوة وشرعية السلاح وشرعية المواجهة، لكن دلوقتي احنا بقينا محتاجين قوة الشرعية. شرعية الناس بقى، شرعية الشارع الحقيقي، شرعية الممارسة السياسية، شرعية الإعلام المفتوح، شرعية تداول المعلومات، حرية الرأي، حرية تكوين الأحزاب، حركة الأحزاب في الشارع إن هي ترجع تاني تبقى حر. ومحدش بينكر إن كان في تضييق وغلق للمجال العام في الفترة اللي فاتت، ودي الملاحظات السلبية. أنا عايز أقول لك إنه في أحياناً، لأنه أنا أعلن انحيازي بشكل واضح رغم إنه يعني ده المفروض ما يحصلش يعني من الإعلام، لكن احيانا لانه الناس ما بتبقاش سمعت بشكل كويس الخطاب الرئاسي، انه هو الرئيس قال هذا الكلام، يعني قال ان في تضييق، وقال انه كان في ضرورات لانه يبقى في ناس دخلوا السجون في قضايا، وقال حوار وطني لاصلاح سياسي تاخر كثيرا. بالظبط. يعني هنا انا شايف انه هو راس النظام في خطابه الرئاسي مارس شكل من اشكال النقد الذاتي المبكر، بس هو الفكره لانه في طول الوقت ترصد لخطابه فالامور دي بتضيع. انا يعني برصدها كويس، فهو مارس شكل من اشكال النقد الذاتي. طيب انت شايف انه في لا ده انا عايز ازيدك من الشعر بيه. اتفضل. على فكره في هذا الاحكام تقدر نظام ديمقراطي معتدل. يعني ده رايي في دوله زي مصر مركزيه بشده، وفي قدره على النقد الذاتي الواضحه ودعوه لاصلاح الاخرين حتى بالزبط. يعودوا لاصلاح. انت لما تعمل حوار وطني ده اعلان لايه يا دكتور؟ اعلان انك بتقول نقد ذاتي، وبتقول انا عايز تطوير وعايز الناس تشارك، ويلا كل الاصوات السياسيه تشارك. ففكره انك تبني نظام ديمقراطي الناس شايفة ان ده مستحيل في ظل التضييق، بالعكس انا شايف انه البناء المعتدل لنظام ديمقراطي بحيث انه ما يحصلش فيه انفلات، ان البناء يبقى هادي، ان التطور الديمقراطي بمراحله. انا خلي بالك احنا مثلا في 2011 اعتبر ان حصل تطور ديمقراطي رهيب، انتخابات حرة وآراء والناس كلها بتتكلم في السياسة، عملته بنسبة 100%. الردة حصلت بعد كده ايه؟ صحيح، بنسبة 100%. طب انا دلوقتي لو بنيته 10% 20% 30% بتوازن وبموضوعية، انا اللي هكسبه مش هرجع فيه. وده المهم. وانا بشوف في ظل ده، في ظل النظام السياسي اللي موجود ده، اعتقد عندنا فرصة عكس ما كل الناس متخيلة، وانا صادق والله وانا بقول لحضرتك عندنا فرصة ان احنا نبني نظام ديمقراطي جاد وموضوعي ومتزن وعلى مهل. طيب هختم معاك بسؤال ممكن يكون اكثر حرجه، يعني معلش في اتفضل.
الآن في بعض الناس أعلنوا عن ترشحه. شايف أنه إذا ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للفترة القادمة، ما الذي يحتاجه في جمل؟ إحنا محتاجين مرشح جديد حتى لو كان الرئيس عبد الفتاح السيسي. حتى لو كان هو. فيصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا جديدا. جديدا إزاي؟ بالفكرة الجديدة. انطلق من حوار وطن، حريات سياسية، فتح مجال عام، طريقة مختلفة في الإدارة، حكومة سياسية، حكومة يبقى فيها تشارك ما بين كل التيارات، ما تبقاش مغلقة على التكنوقراط. انت تقدر تجدد ثيابك السياسية فورا على فكرة، وتبقى مرشح جديد. اصل هي حكاية مش اسم، هي الحكاية اداء. صحيح. ممكن نفس المرشح باداءات جديدة تناسب المرحلة الجديدة. والحقيقة انا شايف ده، انا وهو شايف ان ده وهو بدأ ده بالفعل. انا شايف ان أعتقد. ده انا شايف ان في تجديد بيحصل في الاداء، وهو ادينا لامسينه في الحوار الوطني وغيره. والاستجابات، الرئيس في مؤتمر الشباب استجاب لثلاث حاجات من الحوار الوطني: قانون حرية تداول المعلومات، مفوضية التمييز، قانون الوصاية، وده واحنا قاعدين. واستجاب قبلها للاشراف القضائي، كله تجديد. فاحنا محتاجين مرشح جديد بأداء جديد. المشكلة مش الأسماء يا دكتور. الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهود كبير جدا وعمل تطور وطفرة بنائية، وواجه يعني مسألة الإصلاح الاقتصادي يعني بصدر مفتوح وبشجاعة كبيرة. جايز احنا بنعاني وعندنا غلاء أسعار وعندنا واخد بالك ازاي، ضريبة بندفعها. اللي احنا بنطالبه دلوقتي كبح جماح الأسعار، ان احنا نحاول نسيطر على الوضع عشان الناس تشعر ان كان في منجزات. هو اللي مضيع المسألة ايه؟ الرد اللي حصلت في مسألة الأسعار والدولار وهكذا. صحيح. ده لو تم السيطرة عليه أعتقد هيبقى الإحساس بالشغل الإيجابي اللي اتعمل أكتر بكتير. صحيح. أنا أعتقد أن الحوار ده هيكون فاتحة لحوارات أخرى قادمة بيننا إن شاء الله. يسعدني. أنا بشكرك جدا دكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار على هذا الحوار اللي كان بيننا، ونلتقي إن شاء الله يعني في حوارات قادمة. تشرفت واستمتعت. شكرا جزيلا.